الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي، برنامج في الضحى عبر شاشة تلفزيون قطر. مثل ما أنتم شايفين الجو اليوم في دول قطر جو جميل ورائع جدا، واخترنا أن اليوم نقدم لكم هذه الحلقة من خارج استديو برنامج في الضحى بمشروع اللولا. مشاهدي الكرام، مما لا يخفى عليكم في هذا الصباح يبدو وبشكل كبير أن اللحظات الحاسمة في الانتخابات الأمريكية تؤثر على السوق العالمي. راح نعرف أكثر حول بورصة قطر اليوم، وأيضا وقائع افتتاح المؤشر العام اليوم مع الزميل مروان أبو شنب المتواجد في بورصة قطر. نقول لك صباح الخير الزميل مروان أبو شنب. صباح النور سلمان، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام. كما قال سلمان أنه وقائع الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على اتجاهات الأسواق العالمية. نلاحظ لحظة نبدأ بأسعار النفط التي سجلت هبوط أمام طبعا بحوالي 4%. هذا الانخفاض طبعا هو الأدنى منذ أغسطس مع تواصل تقدم ترامب المرشح الأمريكي للرئاسة. طبعا يأتي هذا في الوقت الذي هوى فيه أيضا مؤشر دولار إندكس الذي يتابع أيضا أداء العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر. واليوم على صعيد الأسواق العالمية، أسواق آسيا منذ قليل كانت مرتفعة، حولت اتجاهها المؤشرات المهمة في آسيا الرئيسية في الأسواق الآسيوية إلى الانخفاض مرة أخرى مع تقدم ترامب. أيضا انخفاض في الأسواق العملات، انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية. نلاحظ أيضا أنه نعطيكم آخر فقط للتفاصيل فيما يخص عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسة الأمريكية. أشارت طبعا حتى الآن تقدم المرشح الجمهوري رونالد ترامب ب 254 صوت في مقابل 215 صوتا للديمقراطية هيلاري كلينتون. طبعا يتطلب 270 صوت انتخابي للمرشحين للفوز بالانتخابات الأمريكية. اليوم طبعا على صعيد الأسواق العربية، نبدأ بالأسواق الخليجية. لدينا أيضا مؤشر دبي ينخفض لأدنى مستوياته في 4 أشهر في هذه اللحظات. وكما نعلم أنه البورصة القطرية ما زالت في مستويات 9900 قريبة من 10000 نقطة، وإن كانت قد سجلت في آخر إغلاق لها مستويات 9985 النقطة. لاحظنا طبعا في جلسة الأمس الحقيقة تقدم بعض القطاعات التي كانت قد حققت خسائر خلال الأسبوع الماضي، على رأسها طبعا قطاع الشركات الطبية، منها الرعاية المرتفعة والتي حققت ارتفاعات معتبرة خلال هذا الأسبوع. ولدينا أيضا شركة طبية، لدينا أيضا مجموعة المستثمرين بعد اجتماع الذي للشركة، الاجتماع الذي مجلس الإدارة الذي كان يوم أمس. اليوم أيضا نلاحظ أنه المؤشر العام في آخر جلساته كما ذكرت 9985 نقطة قبيل افتتاح جلسة التداول بحوالي الدقيقة واحدة. نعطيكم أيضا تعقيب على شركة فودافون التي سجلت خسائر في 9 أشهر وصلت إلى 163.5 مليون ريال. إيرادات الشركة طبعا انخفضت من نشاطها في 6 شهور بنسبة 26%، ووصلت إلى حوالي 999.9 مليون ريال، وانخفضت أيضا مصاريف الربط البيني بنسبة 22%.
إذن في هذه اللحظات إذن مشاهدينا الكرام تفتتح جلسة التداول في البورصة القطرية. المؤشر العام في هذه اللحظات يسجل انخفاضات ب 57 نقطة عند 100 نقطة 9894 نقطة. ناقلات مخازن هذه الشركات التي تسجل انخفاضات في هذه اللحظات. أما بالنسبة للخليج أيضا الدولية والرعاية وبروة والمستثمرين، بورصة قطر إذن عند مستويات 9891 نقطة في هذه اللحظات. وكما ذكرنا كل العالم، أسواق العالم كلها، وول ستريت وأسواق الأسيوية والأسواق الأوروبية وحتى أسواق النفط وحتى أسواق العملات اليوم تتأثر بشكل مباشر وتنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها، يعني النتائج الأولية نتحدث خلال أقل من ساعة من الآن، وفيها الكثير طبعا من التداعيات والتأثيرات على أسواق الأسهم كما ذكرنا العالمية، ومنها أيضا البورصة القطرية المنخفضة ب100 نقطة تماشيا مع الانخفاضات التي سجلت في الأسواق الخليجية الأخرى، وكما ذكرنا دبي على رأسها وانخفاضات لأدنى مستوياتها في 4 أشهر. سنوفيكم بالتفاصيل وماذا سيطرأ على أسعار الأسهم إن شاء الله بعد في 10 صباحا بعد نصف ساعة من الآن، وتفاصيل أوفى عن جلسة التداول. الآن نعود إلى سلمان في برنامج في الضحى. إليك سلمان. شكرا لك الزميلة مروان أبو شنب، كنت معنا لنقل وقائع افتتاح المؤشر العام من بورصة قطر، ولنا عودة مثل ما ذكرت بإذن الله سبحانه وتعالى في وقائع حلقة اليوم من برنامج في الضحى مرة أخرى إلى بورصة قطر. إذن مشاهدين الكرام نذكر دائما بالتجديد المستمر للنية من أجل إخلاص أعمالنا، دراستنا، كل أمورنا في هذه الحياة وفي هذا المجتمع من أجل الارتقاء دائما بهذا الوطن الغالي. حبيبتي يا شاغلة كل العقول، يا غالية يا مالية سمع وبصر، أم الكرم واخت العطا وبنت الأصول، قطر قطر يلي لنا فيك الفخر. حبيبتي يا شاغلة كل العقول، يا غالية يا مالية سمع وبصر، أم الكرم واخت العطا وبنت الأصول.
هذه المشاهد اللي شفتوها مشاهدينا الكرام، هذه المشاهد التي تبعث فينا دائما الطاقة الإيجابية من الصباح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا اليومية في أبرز عناوين صحف قطر المحلية وأيضا أخبارنا العالمية المنوعة. اخترنا لكم اليوم مشاهدينا الكرام أربع أخبار محلية من الصحف المحلية وأيضا خبرين من الأخبار المنوعة. راح نبدأ هذه الجولة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أولى العناوين من العرب: أشغال للعرب، إنجاز 97% من مشروع نفق مسيمير والتشغيل في العام المقبل. أعلنت مصادر بهيئة الأشغال العامة أشغال أن نسبة الإنجاز الكلية في مشروع تصميم وإنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية بلغت أكثر من 97% حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في موعده في الربع الأول من عام 2017. ذكرت المصادر أنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال توصيل غرف الفحص والتفتيش بالأنفاق الرئيسية والفرعية المرتبطة بنفق مسيمير وإتمام إجراءات التسليم المرحلي للنفق الرئيسي والأنفاق الفرعية. وأشارت المصادر إلى أن مشروع تصميم وإنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه الصحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها هيئة أشغال في مجال تطوير شبكات الصرف، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب المياه الجوفية ومياه الأمطار، مما سيساعد على خفض منسوب المياه السطحية وبالتالي خفض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع تشييد في الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. طبعا دائما ننتظر ونعول كثيرا على هيئة الأشغال العامة أشغال في إنجاز هذه المشاريع، ودائما في الموعد المحدد تنجز هذه المشاريع، ودائما نحن متعاونين بشكل كبير مع هيئة الأشغال العامة، ويجب علينا كلنا أن نتعاون مع كل المشاريع التي تشهدها الدولة. ثاني العناوين من الراية: 120 جراحة يوم واحد للأطفال بالسدرة شهريا. طبعا هذا الخبر مثل ما ذكرنا من جريدة الراية. كشف الدكتور منذر صادق استشاري ورئيس قسم التخدير بمركز سدرة للطب والبحوث، كشف عن إجراء 120 عملية جراحية من عمليات اليوم الواحد للأطفال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم أمس إجراء أول عملية جراحية من عمليات اليوم الواحد للأطفال، حيث اقتصر الأمر على عملية جراحية واحدة، وذلك للوقوف على كافة التجهيزات والاستعدادات في غرف العمليات. قال الدكتور منذر صادق أنه في الوقت الحالي يتم العمل في غرفتي عمليات فقط في المبنى الذي تم افتتاحه بسدرة، موضحا أن هناك 4 مبان جديدة لم تفتتح بعد وسيتم افتتاحها في بداية 2018، وسيكون إجمالي عدد الغرف 12 غرفة، مما سيسهم بالتأكيد في زيادة هذا النوع من العمليات والعمليات الأخرى أيضا. إذن نتمنى دائما التوفيق لهذه الصروح الطبية التي تشهدها الدولة في هذه الأوقات. ننتظر دائما مثل هذه المشاريع. تحدثنا في الخبر الأول عن مشروع في الطرق، والآن تحدثنا عن مشروع في الصحة. ثالث الأخبار من الشرق راح تكون عن الرياضة: كن رياضيا، مشروع عملاق لتطوير الأبطال القطريين. أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية بالتعاون مع أكاديمية سباير أمس اكتمال مشروع نموذج مسار بناء الرياضيين القطريين كن رياضيا. الجديد والفريد من نوعه هو الذي يهدف إلى إعداد أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين القطريين في الرياضات المختلفة. جاء المشروع الذي استغرق 3 سنوات من العمل الدؤوب نتاج التعاون المثمر بين مختلف الكيانات الرياضية من المؤسسات والاتحادات وأصحاب المصلحة، ومجموعة أيضا من الخبراء العالميين في مجال التطوير الرياضي من أكاديمية سباير، لإعداد إطار منهجي لتطوير الرياضيين خاص بدولة قطر. نتمنى دائما التوفيق لمثل هذه المشاريع. تحدثنا أن هذه الأخبار العالمية أو أخبار المحلية عفوا من صحفنا المحلية دائما تتحدث عن مشاريع ودائما تتحدث عن إنجازات بهذه الصورة اللي احنا نفتخر فيها كأكاديمية تفوق رياضي سباير، وأيضا اللجنة الأولمبية القطرية لجعل الرياضة في دولة قطر دائما أسلوب حياة. آخر العناوين من الوطن: 300 فريق بأولمبياد قطر للرباط ل 2016. تنطلق منافسات أولمبياد قطر الوطني للروبوت 2016 في نوفمبر من هذا العام برعاية ميرسك قطر للبترول وباستضافة كلية شمال الأطلنطي قطر، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 فريق من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من جميع أنحاء الدولة.
ومسابقة هذا العام سوف تجرى على مرحلتين. المرحلة الأولى سوف تضم الفئة العادية والمسابقات العامة لكرة القدم والمقرر عقدها في قبة صالة النساء الرياضية في سباير من 25 حتى 26 من نوفمبر. أما المرحلة الثانية والتي ستعقد في مطلع الأسبوع التالي في 2 و3 ديسمبر في حرم كلية شمال الأطلنطي، وسوف تشمل الفئة المفتوحة والمتقدمة لتحدي الروبوتات. إذن دائما الروبوت في دولة قطر فيه اهتمام كبير لإضافة الروبوت في المناهج الدراسية، شهدنا ذلك في عدد كبير من المدارس ومشاركتهم لا تقتصر فقط على المشاركات الداخلية في داخل قطر، شفناهم يمثلوننا في خارج الدولة، وسبق وأن استضفنا أحد الطلاب المشاركين في هذه المسابقات في برنامج في الضحى. انتهينا من الأربع عناوين اللي وعدناكم فيها العناوين المحلية، راح ننتقل إلى أولى الأخبار المنوعة. يقول الخبر: الجبن يحمي من ارتفاع ضغط الدم. يحمل هذا الخبر أنباء سارة لعشاق الجبن، حيث تبين أن تناول الملح اللي هو الصوديوم الموجود في منتجات الألبان ومنها الجبن له تأثير إيجابي على ضغط الدم المرتفع. تعود تلك الفائدة إلى مضادات الأكسدة الموجودة في بروتين الألبان والتي توجد بشكل مركز في الأجبان. نشرت نتائج الدراسة في المجلة البريطانية للتغذية، وتوصلت نتائجها إلى أن تناول الملح الموجود في الأجبان والذي يعتبر الصوديوم مكونا رئيسيا له ليس له تأثير سلبي على الشرايين والأوردة مثل الذي يحدث عند استهلاك الملح من مصادر غير الأجبان. ومن المتوقع أن تؤثر النتائج الجديدة على التوصيات الصحية الغذائية الخاصة بمرضى القلب وضغط الدم. إذن هذا خبر مثل ما ذكر أنه خبر مهم جدا، وسار لعشاق الجبن ومنتجات الألبان أنه راح يقلل من ضغط الدم. عسى الله يكافينا وإياكم هذا الشر مشاهدينا الكرام. آخر العناوين من الديلي ميل، يقول العنوان: المناديل المبللة خطر على البيئة. هذا الخبر ممكن يخص السيدات أكثر. مناديل المبللة يستخدمونها لإزالة المكياج ومستحضرات التجميل. الخبر يقول: حذر خبراء بوليجيون من خطر المناديل المبللة على البيئة، لافتين إلى أنها قد تستغرق 100 عام لتتحلل. قال الخبراء وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن المناديل المبللة التي تستخدم بكثرة حول العالم لعدة أغراض منها التنظيف وإزالة المكياج مثل ما ذكرنا، تبين أنها تحتوي على نسبة عالية من البلوستر. وأكد الخبراء أن المناديل المبللة الملقاة في البحار والأنهار تسبب تلوثا يستمر 100 عام لأنها غير قابلة للتحلل على غرار الزجاجات البلاستيكية أو الأكياس المصنوعة من النايلون. إذا هذا الخبر يعتبر خبر خطير، نتمنى دائما أن الواحد يحاول يبتعد قد ما يقدر عن المستحضرات اللي فيها مواد كيميائية، وأيضا التركيز وضرورة عدم رمي هذه الأمور في البحار اللي يستفيد منها الإنسان لتحلية المياه أو حتى للسباحة وفيها حياة تحت. إذن مشاهدي الكرام انتهينا من هذه الجولة الصباحية في عناوين صحفنا المحلية وأيضا أخبارنا المنوعة. راح نروح معاكم ونشوف التقرير عن تكريم الفائزين في مسابقة الحبال في الحي الثقافي كتارة، نرجع لكم إن شاء الله فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج في الضحى. تم تتويج الفرق الفائزة في مسابقة الحبال الأول والثاني والثالث. كان هناك طبعا تعادل بين الفريق الثاني والثالث، وتمت القرعة. أهني طبعا الفائزين، وأهني أيضا المشاركين الذين لم يحلفهم الحظ، إن شاء الله بيحلفهم السنة الجاية إن شاء الله. صراحة مسابقة شيقة للأولاد، كان هناك اهتمام كبير من المشرفين من قبلهم لهؤلاء الأبناء، ونتوقع إن شاء الله السنة الجاية بتكون مسابقة أكبر. هي بدأت صغيرة بتقريبا 40 مشارك، الآن وصلنا إلى 74 مشارك. السنة الجاية هناك مقترح أن نشارك دول خليجية إن شاء الله. مركز شباب خير حقق المركز الأول، لأن احنا من تقريبا أكثر من شهر قمنا بتدريب بعض الطلاب الصغار في المدارس عن طريق المدرب ربيع إبراهيم المهندي وهو متمرس، وبالتالي حصلنا على مجموعة ممتازة للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان الحبال في كتارة، وبالتالي الحمد لله الله وفقنا بالمركز الأول.
رجعنا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج في الضحى اللي راح نتكلم فيها عن سعي مكتبة قطر الوطنية لتوفير الخدمات المكتبية والمعرفية. طبعا هذا كله بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف اللازمة من خلال المبادرات المتجددة اللي تصير في المكتبة والأفكار اللي تضمن للمكتبة أن تبقى مكتبة فريدة متنوعة الوظائف تمد جسور المعرفة دائما بين تراثنا وتراث العالم العربي والإسلامي. راح نتكلم أكثر حول المكتبة وهذه المبادرات ويسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو سيد خالد بدر اليزيدي مدير العمليات في مكتبة قطر الوطنية. سعداء بتواجدك معنا اليوم في برنامج في الضحى. يا والله فيكم. في البداية لما نتكلم عن مكتبة قطر الوطنية بعض الناس ممكن يحتاجون نبذة حول هذه المكتبة، فأيت لو تحدثنا أكثر حول مكتبة قطر الوطنية. مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. انشأت فكرة مكتبة قطر الوطنية في عام 2012، في نوفمبر 2012، تحت اشراف سمو الشيخ موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، بهدف طبعا توفير المعرفة ومصادر المعلومات اللازمة في الدولة، وأيضا المحافظة على تراث دولة قطر وإتاحته للجميع، بالإضافة إلى دعم مسيرة الدولة في التحول من الاقتصاد القائم على الكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة. على المعرفة، وهذا شيء يضاف إلى سجل الإنجازات والأمور المشرفة في هذه المكتبة. ولكن لما نتكلم عن مكتبة قطر الوطنية الأمر لا يقتصر عن مصادر للمعرفة فقط، بل هناك برامج وأمور تقام أيضا في هذه المكتبة، فيك لو تعرفنا أكثر حول أهم البرامج الثقافية التي تقام في مكتبة قطر الوطنية. تقوم مكتبة قطر الوطنية بالعديد من الفعاليات والندوات وورش العمل المتميزة. طبعا منها على سبيل المثال هنالك ورش عمل دورية بشكل شهري، هنالك ندوات سنوية، أيضا هنالك فعاليات للأطفال. طبعا نقوم بهذه الفعاليات مع الأحداث والمناسبات الرسمية في الدولة، منها على سبيل المثال اليوم الوطني، القرنقعو، يوم أو العودة للمدارس. نعم، طبعا هذه الفعاليات هي تستهدف جميع أطياف المجتمع وجميع أفراد المجتمع، من بالغين إلى أطفال، طبعا بهدف نشر اللي هو ثقافة القراءة في المجتمع، وأيضا دعم مسيرة الدولة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. جميل، ذكرت نقطة مهمة وهي هذه المكتبة تستهدف الجميع من جميع المراحل والفئات العمرية. كيف يمكن للي حاب أن يستفيد من هذه المصادر الموجودة في المكتبة وهذه البرامج وورش العمل أن يلتحق بها في مكتبة قطر الوطنية؟ نعم، بإمكان أول شيء الجميع الاستفادة من خدمات مكتبة قطر الوطنية المجانية عن طريق فقط التسجيل الإلكتروني في موقع قطر مكتبة قطر الوطنية، ومن ثم بإمكانهم الاطلاع على جميع مصادر المعلومات الإلكترونية. أيضا بالإضافة إلى كيفية التسجيل في هذه الفعاليات، معظم أو يتم التسجيل عن طريق هذه الفعاليات من خلال اللي هو التواصل عن طريق اللي هو البريد الإلكتروني. جميل. فقط تقوم بالاشتراك ثم سوف تتلقى أخبار دورية عن مكتبة قطر الوطنية، منها الفعاليات وكيفية التسجيل فيها. إذن يستطيع أي شخص الآن يتابعنا أن يبحث عن مكتبة قطر الوطنية عن موقع الإلكتروني ويحاول أن يلتحق في الدورات، وبعدين راح يكون في إعلان لهذا الشخص الملتحق بأهم الفعاليات القادمة. ولكن إذا تحدثت ذكرت وتفضلت أن هناك ورش عمل وندوات ودورات تدريبية أيضا، ورش العمل، هل هناك ورش عمل موجودة حاليا في هذه الفترة الزمنية ونتكلم عن هذه الأسابيع؟ لدينا ورش عمل بشكل دوري. جميل. في أيضا هناك حلقات نقاشية للكتب أيضا، بالتالي هناك تجرى دورة أو حلقة نقاشية لمناقشة بعض الكتب. أيضا هناك فعاليات أو ورش عمل لكيفية استخدام أو لكيفية الحصول على مصادر المعلومات من موقع قطر مكتبة قطر الوطنية.
بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات. جميل. هذه الدورات والندوات وورش العمل، من يشرف على إلقاء هذه الدورات؟ هل هناك مختصين في المكتبة أو يتم الاستعانة بالخبرات الموجودة خارج الدولة على سبيل المثال؟ نعم، يقوم فريق عمل مكتبة قطر الوطنية المختص بتقديم هذه الورش بالاستعانة ببعض الخبرات كما تفضلت العالمية، طبعا بهدف تسهيل الوصول للمعلومات أيضا. جميل. بالنسبة لهذه الورش، يا ريت لو تعطينا أبرز عناوين الورش اللي عندكم في مكتبة قطر الوطنية عشان نوضحها للسادة المشاهدين. نعم. أكثر. هنالك ورشة مهمة جدا للطلبة والباحثين، وهي ورشة كيفية اللي هو كتابة البحوث العلمية. جميل. تعتبر هي من أكثر الورش التي يعني الإقبال عليها عالي، لأن مهمة جدا لجميع الطلبة. ايضا هنالك ورشة اللي هي التلوين او فعالية اللي هي تلوين الكبار. طبعا هذه الفعالية هي تستهدف باقي افراد المجتمع البالغين، طبعا بهدف ايضا اشراكهم في فعاليات مكتبة قطر الوطنية. جميل. فعالية التلوين الكبار راح نناقشها اكثر، ولكن في البداية انا حاب اسالك حول هذه المصادر اللي يعني المكتبة غنية بها من مصادر معرفة من كتب وهذه الامور. كيف يمكن للشخص انه مثلا عن طريق الموقع الالكتروني على سبيل المثال انه يختار المصدر اللي يحب انه هو يستفيد منه من خلال هذه المكتبة، او شنو العملية اللي من خلالها يقدر المواطن او المقيم على هذه الارض انه يستفيد من خدمات المكتبة خاصة بالكتب في مكتبة قطر الوطنية؟ فقط كل ما عليك هو أن يكون لديك بطاقة شخصية أو بطاقة نعم شخصية سارية المفعول أو إقامة سارية المفعول، وبإمكانك التسجيل مجانا للاستفادة من هذه المصادر. أيضا لدينا فريق عمل خاص يقوم بمساعدة اللي هو المستفيدين أو الباحثين عن مصادر معينة، يقومون بإرشادهم إلى كيفية الحصول على هذه المصادر. جميل. كون هذه برأيك يعني كون هذه الخدمات تقدم بصورة مجانية، إلى أي مدى ستدعم حركة التفكير وحركة نشر الثقافة في المجتمع خلنا نقول، وأيضا الاعتماد على مصادر المعرفة؟ نعم، مصادر المعلومات هي تعتبر الأساس للتحول إلى مجتمع معرفي. بالتالي إذا قدمت المصادر لأفراد المجتمع وسهل عملية الوصول إليها، هذا سوف يساهم بالاستفادة من هذه المصادر بشكل كبير، وسوف أيضا يغرز في المجتمع اللي هي ثقافة التعلم الذاتي والتعلم المستمر أيضا. جميل. دائما نقول ونعيد ونزيد أن الطلاب هم مستقبل هذا البلد. نعم. بدون أدنى شك طلابنا في المراحل المختلفة الدراسية وأيضا طلاب الجامعات، إلى أي مدى طلاب المدارس وطلاب الجامعات يمكنهم الاستفادة من هذه المعلومات الوفيرة في مكتبة قطر الوطنية؟ دورنا كمكتبة قطر الوطنية في جانب اللي هو الجامعي أو الأكاديمي، وبالتالي احنا مختصين او ملزومين او مطالبين ان نوفر المعلومات اللازمه للطلبه. هذا يشمل اللي هو المواد او المصادر العلميه الحديثه بشكل مستمر، ايضا ملزومين بتوفير ورش عمل لمساعده الطلبه في كيفيه القيام بالبحوث العلميه، وفي المقابل أيضا نحن نهتم بالأطفال اللي هم النشء بقيام بعمليات اللي هي ورش عمل وفعاليات وأنشطة لهم بهدف يعني الاستمتاع بالقراءة أولا، ومن ثم سوف طبعا تنمو فيهم هذه اللي هي المهارات، مهارة القراءة أو حب القراءة. جميل. عندكم قاعدة بيانات بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ليت لو توضح أكثر حول هذه القاعدة من البيانات وتوضح لنا كيف ممكن أن الشخص يستفيد من هذه العملية. نعم، أنشأ الصندوق القطري بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية قاعدة بيانات إلكترونية، وذلك لحفظ جميع الأوراق البحثية التي قام الصندوق بدعمها وبتمويلها.
لهدف سهولة الاطلاع عليها من خلال الطلبة والباحثين أيضا. جميل. الطالب على المستوى الجامعي خلنا نقول في عملية الأبحاث كيف ممكن يستفيد من هذه القاعدة من البيانات اللي فيها مثل ما ذكرت أن أبحاث قام بها صندوق القطري لرعاية البحث العلمي؟ بمجرد أن تكون أحد مستخدمين أو أحد مستخدمين في مكتبة قطر الوطنية بإمكانك الاطلاع المجاني على هذه الأوراق البحثية. يشمل الموقع حاليا أكثر من 2500 ورقة بحثية من تقريبا أكثر من 500 مشروع قام الصندوق بتمويله. جميل. ذكرنا وأنا وعدتك أن راح ناقش على هذا الموضوع خلال هذه الفقرة وهي فعالية التلوين للكبار، ياريت لو تكلمنا عنها شوية بتفاصيل أكثر وش الهدف من إقامتها؟ فعالية تلوين الكبار أولا هي تستقطب أفراد المجتمع البالغين، وذلك بحكم اللي هو مشاركة جميع أفراد المجتمع في خدمات مكتبة قطر الوطنية. الهدف من هذه الفعالية اللي هو طبعا إخراج اللي هو الأشخاص البالغين من هموم العمل، وبالتالي إطلاق مهارات اللي هو التلوين والابتكار في من خلال بعض الفعاليات، منها على سبيل المثال هي فعالية التلوين. كان الإقبال كبير خاصة من قبل فئة السيدات على هذه الفعالية. جميل. كيف تقيم الإقبال بشكل عام حول الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكتبة قطر الوطنية؟ بشكل عام الإقبال على جميع ورش العمل والفعاليات كبير، يشمل طبعا فعاليات الأطفال، فعاليات ورش العمل لكيفية كتابة البحوث، أيضا بعض الفعاليات التي قمنا بها في بعض اللي هو المناسبات الوطنية. جميل. أخوي خالد، مما لا يخفى عليكم ما يخفى على السادة المشاهدين أيضا في ظل التقدم الرقمي، دائما هذا الموضوع يهدد بشكل أو بآخر الكتب وتوجه الناس بالنسبة لمصادر المعرفة الرئيسية من خلال الكتب وهذه الأمور، فشلون أنتم في مكتبة قطر الوطنية تتعاملون مع هذا الموضوع خصوصا مع التقدم الرقمي مثل ما ذكرت لك؟ لا يخفى عليك أن مصادر المعلومات حاليا أصبحت إلكترونية أكثر منها صارت ورقية. هذا بحد ذاته يعطينا جانب أيضا إيجابي، أن بإمكاننا حاليا الاحتفاظ بالوثائق التاريخية لفترات أطول من خلال رقمنتها، ولكن في المقابل عملية مجاراة اللي هو التطور الرقمي تتطلب الكثير من الجهد. أكيد، وهذا ما تقومون عليه. نعم. مكتبة قطر الوطنية، وهذا الجميع يشهد بهذه الجهود. إذن تحدثنا عن الأفراد واستفادتهم من هذه المكتبة، تحدثنا عن الطلاب البالغين وأيضا الأطفال، ولكن بالنسبة للمجتمع ككل كيف يمكن للمجتمع أن يتقدم ويزدهر في ظل وجود هذه المكتبة؟ كيف تدعم هذه المكتبة من تقدم المجتمع معرفيا وثقافيا أيضا؟ نعم، دور المكتبة اللي هي مكتبة قطر الوطنية كمكتبة وطنية من خلال توفير مصادر المعلومات بشكل مجاني وبشكل مريح للمستخدمين، هذا بحد ذاته سوف يساعد على سهولة الوصول للمعلومات، مما بناء وبالتالي سوف يصبح أو سوف ينشأ لدينا جيل قادر على التعلم الذاتي، أيضا جيل سوف يبتكر، وبالتالي هذا هو دور المكتبة، مكتبة قطر الوطنية. جميل، وهذا دائما ما نطمح إليه ونعول على الجيل القادم أن يكون جيل مثقف يعتمد دائما على مصادر المعرفة سواء من خلال هذه المكتبات وأيضا من خلال مصادر المعرفة الأخرى. بالنسبة لأبرز البرامج القادمة وورش العمل في المكتبة، مكتبة قطر الوطنية، شنو هي ورش العمل القادمة إن شاء الله؟ ورش العمل هي تقام بشكل شهري. جميل. كما سلفت، لكن من أبرز
الفعاليات اللي بنقوم فيها في المكتبة هي مشاركتنا في معرض الكتاب في نهاية شهر 11 إن شاء الله، في نهاية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركتنا في اليوم الوطني إن شاء الله. جميل، لو تحدثني بشكل مختصر عن طبيعة مشاركتك في مشاركتكم عفوا في معرض الكتاب وأيضا اليوم الوطني. نعم، مشاركتنا في معرض الكتاب سوف تكون بهدف إطلاع الجمهور على الخدمات التي توفرها المكتبة، العديد من الخدمات، منها مصادر معلومات، منها عمليات إرشادية توجيهية، أيضا الفعاليات التي نقوم فيها وتوعية المجتمع بهذه الأنشطة التي نقوم فيها. جميل، أخوي خالد اليزيدي ألف شكر لك على تواجدك معنا في استديو برنامج شيء الضحى، نتمنى لك دائما التوفيق وهذه الجهود دائما نتمنى أنها أن الجميع يستفيد منها من خلال مكتبة قطر الوطنية. الله يجزاك، مشكور. إذن مشاهدي الكرام، بعد الحديث عن مكتبة قطر الوطنية وأبرز المبادرات التي تقام بها راح نعود معاكم الآن إلى بورصة قطر مع الزميل مروان أبو شلب، فإليك زميلي مروان. شكرا لك سلمان، مرحبا بكم من جديد. إذن مشاهدي الكرام، تتواصل عمليات طبعا الفرز بالنسبة للانتخابات الأمريكية، تشير النتائج الأولية حتى الآن تقدم المرشح الجمهوري رونالد ترامب ب 274 صوتا في مقابل 218 صوتا لهيلاري كلينتون. هذه الأنباء أثرت وما تزال في أداء الأسواق والمؤشرات العالمية، تتحدث عن أقوى اقتصاد في العالم، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بورصاتها طبعا انخفضت في آخر إغلاقاتها، أثرت على أداء طبعا الأسواق الآسيوية، كما ذكرنا أنه في بداية جلسات الافتتاح لمؤشرات آسيا اليوم الرئيسية ارتفاعات ومن ثم انخفاضات، أسواق الخليج برمتها منخفضة، بورصة قطر حتى اللحظة أيضا تتماشى مع هذا النهج وتسجل أيضا انخفاضات في هذه اللحظات، أسواق النفط 5% وعمقت الخسائر المسجلة مع يعني تطور الأحداث بالنسبة للانتخابات الأمريكية. أعطيكم بس باختصار يعني لمحة عن ما سجله المؤشر العام في هذه اللحظات، كما ذكرنا 9700 اليوم يكسر حتى مستويات 800 نقطة، 221 نقطة المؤشر العام اليوم، يعمق الخسائر وصولا بأحجام تداول وصلت بيعا طبعا عند 50 مليون ريال، مع عدد الأسهم التي تم تداولها عند 2,075,000 سهم. الشركات اليوم أكثر الشركات أغلبها اليوم يعني تسجل انخفاضات، فودافون واحدة من هذه الشركات بنسبة 1.5%، الخليج الدولية أكثرها انخفاضا عند 5%، مجموعة المستثمرين حوالي 4.5%، الرعاية كذلك انخفاضات عند قريبة من 4%، مزايا عند 3%، ومسعيد أكثر من 3%. نشرك معنا المستثمر في بورصة قطر السيد راشد هاشل السعيدي، صباحك الله بالخير، أبدأ معك كيف وجدت تأثير الانتخابات الأمريكية على مجريات الأحداث هنا في البورصة القطرية والأسواق العالمية بشكل عام؟ طبيعي ما حدث؟ والله هذا متوقع أنه ينزل بالهذا، يعني الأسواق كلها متوقع أنها ينزل للسوق بهالشكل، وحن متوقعين من قبل أنه ينزل هذا، وأنا توقعت أنه بينزل من كم يوم أنه بينزل المؤشر لين 9,400، هذا متوقعين له، يعني هو كذا مرة يوصل العشرة ويكسر كذا مرة المؤشر القطري، بورصة القطرية. الشركات كلها يعني ما هي مم هي المفروض انها ما تنزل النزول هذا، بس الناس تدري مع الخبر هذا ينزل، وهو متوقع اكثر ينزل، بس الحمد لله انه ما نزل وجيد، السوق متماسك والشركات كلها متماسكه، ما عليه لو نزل هاي صدمه بترد ارتفاع. أضف إلى ذلك أن السيولة الساخنة أو المحافظ الاستثمارية الثقيلة في البورصة القطرية ومصدرها أو منبعها أسواق عالمية ودول، يعني ليست محافظ قطرية بالضرورة، فبالتالي هذه المحافظ لربما وجدت التأني في هذه الفترة للدخول إلى السوق المالي ووزنها ثقيل. صحيح. هذا صحيح، هي ترقب هذا وتشوف الأسعار فيما بعد، هي تشتري الحين يعني موجودة تشتري، بس بتشتري بالتأني، يعني المحافظ الأجنبية تشتري بالتأني، يعني هي
تنتظر هذه التأشيرات وتنتظر هذا النزول تستفيد في ما بعد مثل ما اشترك في الأول يوم في 15 وهذه يعني من 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 خلال قراءاتك لآخر يعني المعلومات وآخر التصريحات وآخر يعني ما جاء في خطاب سمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أيضا رئيس مجلس الوزراء حول الاقتصاد القطري وتوقعاته سواء للنمو سواء لملامح الموازنة القادمة سواء لمستويات الإنفاق القادمة في الموازنة العامة وضمان أنها ستكون يعني لن يقل حجم الإنفاق عن 40-50% كما كان في السنوات السابقة مع ضمان أيضا نسبة نمو للاقتصاد الكلي في نطاقات جيدة ومعتبرة. كل هذه الأنباء كيف يمكن أن يعني تكون خريطة طريق للأشهر القليلة القادمة ونحن يعني على مقتربين من موسم الحصاد موسم نهاية العام؟ هو الحكومة الرشيدة ما قصرت تدعم السوق وتدعم المستثمرين الحمد لله. بالعكس في دولة قطر الحكومة الرشيدة مهتمة في الاستثمار وفي السوق أسهم يعني وتدعمهم وثابت يعني ما عندها خوف. وبعدين أنت مثل ما تفضلت مقبل على نتائج وتوزيع المفروض أن الأسهم كلها جيدة زين وبتوزع إن شاء الله متوقعين غير سيئة بتوزع توزيعات جيدة وأرباحها جيدة للشركات أغلبها. أوكي في بعضها أوكي يعني منخفض نتائجها بس ما سلبية يعني هذه فيها طبيعي يعني طبيعي في إنها تنزل وطبيعي إنها هذه يعني نزلت في 3 شهور هذا ما بسيء بالعكس هذا شيء جيد هو متوقع يعني الشركات ما بلازم إنها كلها إنها تكون عالية في 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 نتائجها بلا نتائج في هذه في طالع متعدل وفي معدات عندها تبدل فما تبدل يعني غير سيء وعندها احتياط قوي يعني ما في وعندها وفي اهتمام من الحكومة وفي اهتمام من مسؤولين الكبار في البورصة ويدعموا البورصة يعني ما فيها بالعكس عندها احتياط قوي في كل شيء والاقتصاد القطري ممتاز وجيد والمشاريع كلها الحمد لله والله الحمد يعني ممتازة في كل المجالات. كيف ممكن نفعل بفهد السيولة في السوق المالي وانت تلاحظ ان السيولة انحسرت ويعني في نطاقات ضيقة جدا يعني للداول كل يوم 150-200 مليون في أحسن الأحوال. كيف ممكن نتفعل هذا الموضوع؟ ما هو المطلوب سواء من مثلا بورصة قطر هيئة الأسواق المالية حتى من بعض الجهات التي تحسم موضوع حتى إدراجات جديدة محتاجين إدراجات لشركات جديدة غير عائلية؟ والله هي الأفضل من هالشركات غير العائلية أنها تندرج في البورصة. في شركات لنا الحين ما اندرجت وتأخرت يعني موجودة ولا 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 نزلوها في السوق يعني هي المفروض انها علشان تجذب السيولة من برا انت محتاج لسيولة برا ما بالسيولة المحلية. السيولة المحلية موجودة والسيولة اللي برا موجودة بس الناس ترقب في شركات يمكن تنزل العائلية. انا ما اختلفت العائلية يا اخي يعني ما بهذه يعني انا اقول انها الشركات لها وزنها تنزل في السوق ما فيها شيء تنزل علشان تجذب السيولة من برا. أنت محتاج لسيولة من برا ما محتاج سيولة اللي موجودة في السوق والمستثمرين القطريين موجودة ما بتروح مكان هي موجودة بس في ترقب وفي يعني يقول لك يمكن تنزل شركات المفروض أنهم يفصحوا عن الشركات هذه يعطوا فترة ويعطوا هذه ما فجأة يعلنوا عن الشركة كذا أو هذه طيب. لا يعطوا يعني يعطوا فترة لهذه. كيف شفت سؤالي الأخير نتائج فودافون ما زالت يعني تعمق خسائرها 163 مليون ونصف المليون شركة صار لها حوالي 7 أو 8 سنوات مدرجة في بورصة قطر وما زالت تحقق الخسائر وفي قطاع مهم يعني قطاع اتصالات أكيد بس أنا أتفاول في يعني مثل هذه الرئيس الحالي الجديد هو يعني إن شاء الله إنه يقلل من خسائرها يمكنها لنا الحين شركة تبيلها وقت لأنها هذه تصرف مليارات المليارات على البنية التحتية وتبيلها وقت هذه والرخصة اللي خذوها هي اللي عبت على الشركة
يعني لما الشركه شركه عملاقه وجيده، ما احنا نتكلم عن الشركه اللي في قطر او هذا، هذه جزء من الشركه، شركه معروفه وشركه عملاقه وجيده، وان شاء الله انها الاشخاص اللي جو على راسها الحين الجداد ان شاء الله انهم يسووا يفعلوا تفعيل جيد ويمشوا خطوه جيده فيها. بعد حوالي شهر من تطبيق موضوع آلية التداول بالهامش عبر المجموعة للأوراق المالية، كيف شفت النتائج؟ يعني طرح مثل هذا المنتج الجديد الذي يشجع المستثمرين، دعنا نقول على الاقتراض ومن ثم على الشراء في البورصة القطرية، كيف شفت؟ والله أشوفه يعني عادي، ما في يعني ذاك الدفاع، وهو المفروض أنه ما يفي دفاع في هذه، بس أنا ما أقول بس شركة واحدة، المفروض أنها تتبع الشركات، كل الشركات اللي في السوق تتبع هذه وتتبع بالحذر، والأشخاص اللي بياخذوا السيولة منها بعد لازم يكونوا يفكروا في النتائج اللي هي هذه، يعني ما ينزلقوا في مكان وبعدين يتوهقوا وتتوهق الشركات أو هذه، لا بالعكس الواحد يتعنى في الأمور هذه. كل الشكر لك أبو فهد سيد راشد هاشل السعيدي، كل الشكر لك مستثمر في البورصة القطرية. إذن مشاهدة الكرام، بورصة قطر كما هي باقي الأسواق الخليجية اليوم تسجل انخفاضات عند 9769 نقطة، متأثرة كما الأسواق العالمية بالنتائج، نتائج الانتخابات الأمريكية وانخفاض اليوم 207 نقاط، أقصى انخفاض يسجل خلال هذا الأسبوع في جلسة اليوم الأربعاء، مع حجم تداول عند 62 مليون ريال قطري. نعود الآن إلى زميل سلمان وبرنامج في الضحى، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم بخير بإذن الله تعالى. شكرا لك زميل مروان أبو شنب، كنت متواجدا في بورصة قطر في فقرة البورصة اليومية لبرنامج في الضحى. مشاهدين الكرام، راح نروح معاكم إلى فاصل، ولكن قبل هذا الفاصل راح نشوف معاكم تقرير عن معرض صور وثقافات، راح نتعرف عليه أكثر من خلال تواجد كاميرا برنامج في الضحى اللي عدت لنا هذا التقرير الآتي. في الحقيقة هذا المعرض يعني واحد من سلسلة الفعاليات تأتي في إطار السنة الثقافية السنية القطرية، ونحن حاولنا من خلال هذه الفعاليات أن ينقل جوانب مختلفة من الثقافة لدى الطرفين، للطرف يعني لدى الطرف للطرف الآخر. فمنه هناك عروض فنية، أشغال يدوية، رسوم، واليوم الفن الفوتوغرافي، وهذا اللي يعطي الصورة الحقيقية والمباشرة للمشاهد. أحمد الخليفي وسعيد المري قاموا بعمل جداً جداً ممتاز، أنهم نقلوا الحضارة كاملة هذه من خلال الحس اللي من ناحية البر أو البحر اللي عملوه. المعرض هذا يهدف أيضاً إلى بث نوع من التوعية حق الفوتوغرافيين أن الصورة تحمل مسج أو رسالة ثقافية، رسالة فنية، وإحنا دائماً نشجع الفوتوغرافيين أنهم ينخرطوا في هذا المجال. اللغات ما راح نفهمها احنا، ولكن الصوره لما اروح انا انقل لكم افضل ما في هالبلد، وانتم تشوفونه تتعرفون شو الموجود عندهم بطريقتي انا، بالرؤيه اللي اشوفها انا، بالجمال اللي اشوفه، وين انا اقتنص الصوره، وين اشوف المكان، ابلورها لكم واقدمها لكم، انتم تشوفونه انتم تعرفون بعدين. هذه دور المصور.
رجعنا لكم مشاهدين الكرام من جديد. مثل ما الكل شاهد في هذه الفترة أن الطقس نوعا ما تغير بشكل كبير، خصوصا في الفترة المسائية الجو صار ألطف وصار جو جميل. لذلك احنا اليوم تعمدنا في بداية حلقة اليوم من برنامج في ضحنا أن نقل لكم هذه الأجواء الخارجية. الجو فعلا كان الجو جميل. لنعرف تفاصيل أكثر حول هذا التغير في الجو وجعل الجو أكثر جمالا معنا عبر الهاتف السيد عبد الله الحداد كبير المتربين. صباحك الله بالخير وسعداء بتواجدك معنا عبر الهاتف في برنامج في الضحى. يا هلا مسهلا، صباحكم الله بالخير. وما شاء الله مثل ما ذكرت أجواء باردة نسبيا، يعني نوعا ما تحسن كبير في الطقس. طبعا دخول الرياح الشمالية الغربية القوية اللي لاحظناها يعني اليومين السابقين ساعدت في دفع الهواء البارد من المناطق الشمالية من الخليج العربي باتجاه الخليج. طبعا انخفضت درجة الحرارة عن الأيام السابقة، انخفضت تقريبا على الأقل درجتين، يعني لذلك وزيادة الرياح القوية أشعرنا بزيادة البرودة نوعا ما، وأشعرنا بأن الطقس بدأ يجف نوعا ما من الرياح الشرقية اللي هي كانت رطبة أمس، جفاف نوعا ما في الرطوبة النسبية، كان طقس جدا جميل. طبعا هذا الطقس راح يستمر الأيام الجاية، اليوم وغدا وبعد غد راح يستمر تقريبا على نفس النمط. لذلك بالنسبة لمرتادي البحر اللي حاب اللي يدخل البحر، نشاطات البحرية، أنا أعتقد أن الجو غير مناسب هاي الأيام. يعني الأمواج مرتفعة تقريبا حول 10 إلى 12 قدم، وسرعة الرياح قوية تقريبا لغاية 30 عقدة. فنعتقد أنه اللي حاب يدخل البحر أو يمارس النشاطات البحرية خليها لمن بعد يوم الجمعة، مساء يوم الجمعة تدريجيا الرياح راح تخف كثير، التحذير تقريبا راح يلغى والجو يرجع على طبيعته. يعني أنه راح يكون برودة نسبية، ولكن شعورنا بالبرودة النسبية طبعا هاي الأيام بسبب دفع الرياح القوية هو اللي حسسنا بأنه الجو مال للبرودة أكثر. جميل. نعم. سيد عبد الحداد، هل هناك فرصة لهطول أمطار في المستقبل القريب من هذه الأيام؟ والله بالنسبة للأمطار الفرص ما زالت ضعيفة، يعني خاصة مع الرياح القوية تكون الفرصة ضعيفة جدا. هو هناك في احتمال وفي بعض الإشارات البسيطة اللي هو نهاية الأسبوع القادم. جميل. يعني اليوم الأربعاء بكرة الخميس، دور الخميس الجاي في فرص إن شاء الله، ولكن يعني الفرصة جدا ضعيفة، ولكن إن شاء الله نتمنى خير. بس أحب أشير إلى نقطة أنه الفترة هذه فهذا الشهر درجات الحرارة تنخفض من بداية الشهر إلى نهاية الشهر 6 درجات مئوية. يعني إحنا بداية الشهر نحصلها تقريبا كأقصى حرارة 32، راح نحصلها في نهاية الشهر تقريبا يعني نهاية 20 25 و 26، والدرجة الدنيا راح تكون إن شاء الله قريبة من 20، يعني 20 أو 21 درجة مئوية. فالبرودة النسبية راح تتكرر، يعني الموجات الهواء البارد النسبي راح تتكرر إلى نهاية الشهر إن شاء الله. جميل. لذلك راح البرودة نحس فيها أكثر مع نهاية الشهر. جميل. بالنسبة للشهر القادم وشهر ديسمبر، الكل يعرف أن شهر ديسمبر ممكن برودة تكون دائما أكثر من هذا الشهر وشهر نوفمبر، فشنو درجات الحرارة المتوقعة كأقصى وأدنى درجة حرارة متوقعة في الشهر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الشهر القادم شهر 12 هو من الشهور الباردة، وإحنا ندخل في فترة الشتاء. طبعا الشتاء الفعلي، إحنا ما زلنا في فترة الخريف، وهذه مقدمات، ما نقول مقدمات لفصل الشتاء، يعني تدريجيا درجات الحرارة تنخفض ونحس بالبرودة النسبية. طبعا شهر 12 شهر أبرد من شهر 11، يكون درجات الحرارة بالنسبة لأقل حرارة راح تكون تحت 20، يعني راح تكون ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية في فترة الصباح الباكر. فترة الظهيرة راح نشعر فيها في منتصف العشرينات، راح تكون قريبة من 25 إلى 28 درجة مئوية. يعني شهر 12 إن شاء الله راح يبرد عن هذا الشهر نوعا ما، يعني 3-4 درجات راح تنخفض من هذا الشهر. وهل دائما فرص الأمطار تكون أعلى في الشهر ديسمبر عن ما هي عليه في هذا الشهر؟ والله هو هذا الشهر يعتبر من الأشهر العالية بالنسبة للأمطار، يعني شهر 11 من الأشهر المرتفعة في نسبة الأمطار. ولكن السنة هذه أعتقد أنها سنة استثنائية، يعني إحنا شهر 9 وشهر 10 وهذا الآن شهر 11 وما زالت فرص الأمطار ضعيفة. ويعني أعتقد أنه إن شاء الله نتمنى خير، نكون الشهر القادم
يعني تتحسن الفرصة أكثر وتسقط أمطار. ولكن إلى الآن يعني أنا أعتقد راح ينتهي نصف الشهر هذا وفرص الأمطار ضعيفة. إذا فرص الأمطار ضعيفة مثل ما سبق وأن ذكرت سيد عبد الحداد، ولكن أنت ذكرت بالنسبة لمرتدي البحر أن في تحذير ويوم الجمعة على الأغلب راح يلغى هذا التحذير. بالنسبة لمستقبل حركة الأمواج في البحر، هل هناك تحذيرات على الأسبوع القادم على سبيل المثال بالنسبة لمرتدي البحر؟ نعم، بالنسبة للأسبوع القادم يعني بعد هذه الموجة من التحذير الجوي بالنسبة لمرتدي البحر، مثل ما قلت يعني يوم الجمعة تقريبا راح ينتهي. جميل. الأسبوع القادم اللي بعد هذا الأسبوع الرياح راح تكون يعني غالبا في مستوى المعتدلة إلى النشطة، قد تصل لمستوى التحذير لفترة بسيطة جدا، ولكن بشكل عام راح تكون ما بين معتدلة إلى نشطة. وأنا أعتقد أنه غالبا ما راح يكون في تحذير جوي بالنسبة للبحر نفس التحذير اللي هو موجود الآن. جميل، إذن سيد عبد الله الحداد ألف شكر لك على هذا الوقت الثمين، كنت معنا على الهاتف، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الحديث عن هذا التغير الجميل في الجو، نتمنى دائما الجو يكون أجمل وأحسن استغله أحسن استغلال. مشاهدينا راح نطلع معكم لفاصل ونرجع لكم فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج في أي الضحى. من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم في الضحى، وقبل أن نتكلم عن موضوع هذه الفقرة راح ننتقل إلى زميلنا عمر مظفر المتواجد في فندق الشيراتون ونشوف شو اللي عنده زميلنا عمر مظفر. صباح الخير أخوي عمر. صباح النور أخوي سلمان، تحية معطرة لك وتحية إلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متواجدين في فندق الشيراتون لتسليط الضوء على معرض كهرباء الخليج والذي يقام هنا حاليا. طبعا للمزيد عن تفاصيل هذا المؤتمر والمعرض يسرنا جدا أن يكون معنا اليوم الأستاذ عبد العزيز بن أحمد آل محمود، نرحب فيه. طبعا الأستاذ عبد العزيز هو رئيس أو مدير إدارة التحكم بالكهرباء، مرحبا ومسهلا فيك. يا هلا ومرحبا وأشكركم على الاستضافة تلفزيون قطر. طال عمرك أخوي عبد العزيز، تكلمنا عن أهم أهداف هذا المؤتمر. الله يسلمك، مؤتمر سكري الخليج هو من المؤتمرات الضخمة في المنطقة مثل ما تشايف عدد الحضور وهذا، وهو يهتم بمجال إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء في الخليج. فطبعا هو متفرع من لجنة سكري العالمية التي مقرها في فرنسا. المؤتمر من أهم أهدافه تبادل خبرات بين مؤسسات الخليج، شركات الكهرباء، شركات الإنتاج، وأيضا يعتبر مثل حلقة الوصل مع المصنعين والمطورين. مثل ما تشايف يعني في المعرض اللي ورانا عندنا شركات كبيرة منتجة، ويعني نشوف إيش اللي موجود في السوق، إيش أحدث ما توصل إليه. بالإضافة لذلك في أوراق عمل علمية يتم القيام بها، ويعني جدا مفيد في تبادل الخبرات بين دول الخليج. أخوي عبد العزيز، تكلمنا عن دور الشركات، كيف يأتي دورهم في مثل هذه المؤتمرات اللي تسعى لتطوير هذا الجانب اللي هو قطاع الطاقة؟ طبعا مجال الكهرباء معتمد اعتماد كبير على المقاولين والمصنعين، وهم يعتبرون يعني ليسوا مقاولين ولكن شركاء لشركات الكهرباء والماء عالميا. فدائما هم عندهم مجال التطوير في المنتجات، سواء المحطات الكهربائية، المحولات، الكيابل، الخطوط الهوائية. فهذا المؤتمر يعتبر فرصة ان للنقاش معهم، اعطاهم مثلا متطلباتنا كدول خليجية يعني، وايضا السماع منهم ما هو احدث ما توصلوا اليه في المجالات. عبد العزيز، تكلمنا عن الامور اللي ناقشتموها في هذه الدورة من يوم انطلاقها. احنا طبعا المؤتمر بدا امس، كان الافتتاح، واليوم بدات اوراق العمل. بدانا للتو أول يعني جلسة كانت عن التحكم الكهربائي،
بنغطي يعني عدة مجالات، منها المحولات، الصيانة، بنتكلم عن الطاقة المتجددة ودخولها في شبكات الكهرباء، بنتكلم عن التكنولوجيا الاتصالات وزيادتها في شبكة الكهرباء، يعني عدة مجالات إن شاء الله. هل في هناك أهداف مرجوة تودون الخروج بها بعد هذا المؤتمر؟ أكيد، إحنا مثل ما قلت أنا في البداية، هدفنا الرئيسي هو نقل الخبرة العالمية إلى دول الخليج، وأيضا تبادل دول الخليج فيما بينها الخبرات، لأن إحنا كلنا دول تتشابه من ناحية سرعة النمو، من ناحية المناخ، من ناحية عوامل كثيرة يعني. فتبادل الخبرات هو يعني من أهم الأهداف، وأيضا إبراز المهندسين الخليجيين في من ناحية إعطاء أوراق العمل وتقديم المحاضرات واكتساب الخبرة والمعرفة. هل في هناك حلقات نقاشية يعني تتخلل هذا المعرض؟ وإن كان في حلقات نقاشية، إيش أهم النقاط اللي يعني ركزتم عليها؟ كان يوم أمس كان في حلقة نقاشية جدا مفيدة عن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. طبعا هذا موضوع مهم، وكهرباء تولي أهمية كبيرة خصوصا تحت برنامج الترشيد الوطني، فكان حلقة جيدة. يعني دول الخليج تبادلت فيها أهدافها طويلة المدى بالنسبة لترشيد الكهرباء، وبالنسبة أيضا للطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، فكان يعني مجال جيد لسماع أن كل دولة خليجية إيش اللي قاعدة تقوم به وإيش أهدافها المستقبلية. كل الشكر لك أخوي عبد العزيز بن أحمد المحمود، رئيس أو مدير إدارة التحكم بالكهرباء. شكرا لك. مرحبا، حياكم الله، واتمنى لكم جلسة سعيدة في المؤتمر. أيضا حنا نتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر. كل الشكر لك. شكرا. إذن مشاهدينا، أكيد الطاقة وكل المواضيع اللي تتعلق بالطاقة تبقى مسألة يعني حوار وجدل في العالم بأسره، وفي النهاية نتمنى كل التوفيق لمؤسستنا القطرية كهرباء، ونشكركم على حسن المتابعة، ونرجع للزملاء في الاستوديو. أخوي عمر مظفر، ألف شكر لك على هذه الجهود، كنت متواجد معنا من فندق شيراتون الدوحة. مشاهدينا الكرام، إيمانا بالدور الهام للمرأة في المجتمع القطري، إيمانا بدور خواتنا، أمهاتنا، زوجاتنا، بناتنا في هذا المجتمع، تولي البنوك والمصارف في دولة قطر اهتماما كبيرا في الخدمات التي تقدم بالنسبة للسيدات. راح نناقش العديد من هذه الأمور حول الخدمات المقدمة للسيدات في البنوك مع سيد أحمد الحرمي، رئيس المنتجات الجديدة بمصرف قطر الإسلامي. صبحك الله بالخير، وسعداء بتواجدك معنا في استديو برنامج سيفا. صبحك بالنور، أهلا وسهلا. في البداية، بالنسبة لكم في مصرف قطر الإسلامي، شنو هي أبرز الجهود اللي تقومون بها بالنسبة للسيدات؟ طبعا مؤخرا أطلق مصرف قطر الإسلامي الخدمات المصرفية، واللي تم تخصيصها أو تصميمها خصيصا للمرأة في قطر، وبغض النظر عن الدور اللي تقوم فيه المرأة في المجتمع، سواء كانت طالبة، أم، سيدة أعمال، فراح تلاقي كل ما يناسب احتياجاتها المالية في شكل باقة كاملة ومتكاملة. طبعا هذه الباقة تتيح لعميلات المصرف الاستفادة من معدلات ربح تنافسية على استثماراتهم، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أهدافهم المالية من خلال التمويلات بمعدلات ربح تفضيلية. وكذلك أيضا تم الأخذ بالاعتبار القضايا اللي تهم المرأة في المجتمع، وبشكل خاص القضايا اللي تهم الأم، ومن أهمها تعليم الأبناء. وفي هذا الصدد يعتبر برنامج ولدي، هو برنامج لتعليم الأبناء متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. طبعا يوفر هذا البرنامج الأمان المالي لتعليم الأبناء من خلال الادخار وخطة الاستثمار طويلة المدى. جميل. وطبعا بمناسبة إطلاق المصرف للخدمات المصرفية للسيدات، طبعا يقدم المصرف عرض، والعرض هذا عبارة عن تغطية التكافل الصحي، وتشمل هذه التغطية الأمراض الخطيرة عافانا الله وإياكم، والأمراض الخاصة بالنساء. بالإضافة إلى ذلك، طبعا هناك أرباح تفضيلية على التأمين الشامل
للسيارات طبعا، ويمكن أيضا للعميلات الحصول على بطاقات المصرف الائتمانية مجانا في السنة الأولى، والتمتع بخصومات حصرية لدى مختلف العلامات التجارية في قطر. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص أيضا رقم خاص على مركز الاتصالات يتم الرد عليه من قبل موظفات. أيوه، يكون خاص للسيدات. خاص بالسيدات. إينا. جميل. إذن هذه الجهود وغيرها جهود كبيرة تقام بالنسبة للسيدات. ولكن أخوي أحمد، في آخر استطلاع نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لهذا العام أظهر وجود 586,030 سيدة في قطر، منهم 253,000 سيدة يمارسون حياة اقتصادية نشطة. هل هذا الرقم الكبير تجعلكم أكثر حرصا لتقديم خدمات بالنسبة للسيدات؟ بالفعل هذا هو ما دفعنا إلى تصميم خدمات مصرفية خاصة بالسيدات وفقا للاستطلاع اللي أظهرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الربع الثاني من هذا العام. إيه نعم، مثل ما تفضلت عدد السيدات في قطر 586,000 و30 إيه نعم، و 253,000 منهم يمارسون حياة اقتصادية نشطة. جميل. فهذا يعني أن المرأة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد. بالتأكيد. أخوي أحمد، نلاحظ أن إحنا في أغلب البنوك بشكل عام عندنا في دولة قطر تخصيص فرع كامل متكامل للسيدات يكون خاص بهم، أيضا وجود الموظفات مثل ما ذكرت وتفضلت في خدمة العملاء، وجود خدمات أيضا يعني استثنائية وخاصة بالنسبة للسيدات. برأيك يعني كل هذه الجهود التي تقام بالنسبة للسيدات شنو سببها وشني راح تأدي له؟ طبعا بالفعل إحنا في المصرف لدينا 12 قسم خاص لخدمة السيدات تم توزيعها بشكل استراتيجي لتغطية مناطق الدولة. جميل. طبعا الأقسام هذه تقدم جميع الخدمات المصرفية للسيدات بصورة كاملة ومتكاملة. جميل. مثل أي فرع من فروع المصرف يكون القسم للسيدات فيه جميع الخدمات التي تود السيدة أن تقوم بها، وهذا أكيد ينطبق على جميع البنوك عندنا في دولة قطر ولله الحمد. بالنسبة للسيدات البيوت وسيدات الأعمال أيضا، هل هناك خدمات خاصة بهاتين الفئتين؟ بالفعل طبعا احنا الخدمات والمنتجات خاصة بجميع السيدات. جميل. مثل ما ذكرت اخوي سلمان، للطالبة، للأم، لسيدة الأعمال، فطبعا راح تلاقي جميع ما يلبي احتياجاتها المالية في شكل باقة كاملة ومتكاملة، سواء كانت في الاستثمارات، من في البطاقات، في التكافل، وطبعا مثل ما تفضلت الأفرع تم تخصيصها لخدمة السيدات. وطبعا أيضا تم تخصيص صفحة خاصة على موقع المصرف الإلكتروني خاصة بالخدمات المصرفية اللي قدمها المصرف للسيدات. للسيدات، ومن خلال هذه الصفحة اللي ذكرتها في الموقع الإلكتروني، شنو هي أبرز الخدمات اللي ممكن أن السيدات يستفيدون منها من خلال الموقع الإلكتروني؟ طبعا الموقع الإلكتروني بتكون يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بجميع المنتجات والخدمات اللي قدمها المصرف للسيدات. إيه نعم. بالإضافة إلى ذلك ممكن إذا في حال وجود أي استفسار ممكن يتم إرساله من خلال الموقع الإلكتروني ويتم الرد عليه، أو التواصل مع مركز الاتصالات أو زيارة أقرب فرع للفروع التابعة للمصرف. بالنسبة للفروع، أنت ذكرت أن في يعني توزيع استراتيجي بالنسبة لهذه الفروع، على أي أساس يتم هذا التوزيع على مختلف مناطق الدولة؟ طبعا التوزيع هذا يتم لتغطية جميع مناطق الدولة بحسب الكثافة السكانية المتواجدة. جميل. إيه نعم. فطبعا كون المصرف يعد رائد الصيرفة الإسلامية ومن أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر، فإحنا حريصين على تواجدنا في أماكن عملائنا وعميلاتنا. جميل. إحنا تحدثنا وأسلفنا في هذا الموضوع عن السيدات والخدمات، ممكن الحين الرجال يغارون نوعا ما من هذا الحديث، لكن لو نتحدث عن الخدمات التي تقام أيضا بالنسبة لجميع عملاء البنك عندكم، مو بشرط فقط للسيدات، فشين هي أبرز الخدمات اللي تقومون بها كبنك؟ طبعا الخدمات عندنا تقدم لجميع العملاء كافة الخدمات، بالإضافة إلى كافة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء كانت منتجات تمويلية، منتجات استثمارية، منتجات تكافل أو بطاقات ائتمانية. جميل. بالنسبة للعام القادم 2017، احنا مقبلين بعد تقريبا أقل من شهرين على عام جديد، وأكيد كل مؤسسة، كل بنك، كل دائرة حكومية، كل مكان يسعى إلى التجديد دائما السنوي، فشنو هي خططكم ومشاريعكم المستقبلية أيضا والخدمات الجديدة التي سوف تطرح في العام المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هناك العديد من المنتجات الجديدة والمبتكرة قيد الدراسة، والأجندة لعام 2017 مليئة
بالمنتجات الجديدة اللي تعتبر محل تطلعات عملائنا واحتياجاتنا. جميل، وشن هي أبرز الخدمات ممكن لو نوضحها للسادة المشاهدين؟ طبعا الخدمات راح يكون في تطور في الخدمات الإلكترونية. جميل. بحيث أنها تقلل قدر المستطاع زيارة الفروع، بحيث أنه ممكن لكل عميل أنه يدخل على الموقع الإلكتروني ويطلب الخدمة اللي هو يبغيها وينفذها من خلاله أو من خلال الابليكيشن على الجوال. جميل، وهذا فيه اختصار كبير بالنسبة للوقت والجهد وأيضا توفير كبير بالنسبة للمال، ولكن بصفتكم يعني أحد البنوك في دولة قطر، كيف يتم التواصل مع الجمهور لسماع الاقتراحات وأيضا النقد على سبيل المثال، ممكن خطط تطويرية للبنك وبعض الخدمات، كيف يتم التواصل مع الجمهور؟ طيب، كنا في مصرف قطر الإسلامي احنا في دراسة مستمرة لمعرفة احتياجات عملائنا وتطلعاتهم، ونفهم من هذه الدراسة احتياجات المجتمع القطري. فطبعا لذلك تم تخصيص الخدمات المصرفية للسيدات لمزيد من الخصوصية، لأن المرأة في مجتمعنا تبحث عن الخصوصية. أكيد. إيه نعم. فلذلك تم تخصيص الخدمات هذه. جميل. بالنسبة لكونكم طبعا مصرف إسلامي، وإحنا طبعا والكل يشهد بذلك أنا في دولة محافظة دائما، شلون تشوف الإقبال على الصيرفة الإسلامية بشكل عام عندنا في دولة قطر؟ بالعكس، الإقبال يعتبر الإقبال كبير، وكون المصرف يعد مثل ما تطرقت رائد الصيرفة الإسلامية وأكبر المصارف الإسلامية، ولله الحمد عندنا قاعدة كبيرة من العملاء اللي أبدوا ثقتهم بالتعامل معنا من الخدمات المميزة اللي يقدمها البنك والمنتجات على أساس أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. الملاحظ أخوي أحمد أن في وسائل التواصل الاجتماعي لكم جهود، خصوصا لو نخص الحديث في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الرد على الشكاوى والاقتراحات، أهمية أن حساب المصرف الإسلامي في تويتر يكون نشط ومتفاعل ويرد أيضا على استفسارات الناس واقتراحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على وجه الخصوص. صحيح، طبعا هذه تطلعات المصرف، دائما نبحث إلى التميز، نبحث إلى الأفضل. طبعا تويتر يعتبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا العميل اللي يقدم شكوى من خلال تويتر أو من خلال زيارته للفرع أو من خلال مركز الاتصالات يتم التعامل معها ويتم حلها والتعرف على المشكلة وإيجاد الحلول للعميل والعمل على معالجتها. جميل. إذا كانت موجودة. جميل. وهل يتم إعلام العميل بحل هذه المشكلة على سبيل المثال؟ بالفعل يتم التواصل مع العميل لغاية حل المشكلة. جميل. الآن لو نرجع ونتكلم عن موضوع السيدات وهذه الخدمات التي تقدم بالسيدات، برأيك يعني إلى أي مدى ممكن هذه الخدمات تسهل من عملية، يعني احنا نتكلم دائما أن السيدات في قطر يبحثون عن الخصوصية وهذا بصفتنا مجتمع محافظ، فإلى أي مدى هذه الخدمات ممكن تكون فيها أريحية كبيرة بالنسبة للسيدات بشكل عام في مختلف البنوك؟ طبعا كون في وجود قسم مخصص أو مركز مخصص لخدمة السيدات واللي يقومون من خلال الخدمة هذه موظفات، طبعا هذه خصوصية للسيدة. جميل. إيه نعم. فمثل ما تفضلت أن المكان هذا راح يكون خاص بالسيدات، طبعا بعيد عن قسم الرجال، فممكن من خلال تقديم خدمة خاصة. جميل. بالنسبة لأبرز العروض على سبيل المثال، أبرز الخدمات، أبرز الأمور اللي أنتم مقبلين عليها كمصرف إسلامي، كيف أن الجمهور يستطيع أن يتعرف عليها أكثر؟ كيف أن الجمهور ممكن يستفسر أو يشوفها أكثر؟ هل فقط من خلال الموقع الإلكتروني المصرف قطر الإسلامي، ولا في أيضا طرق أخرى لمعرفة الخدمات التي يقوم بها المصرف؟ طبعا جميع العروض اللي قدمها المصرف أو الدعايات طبعا يتم من خلالها تواجد دعايات الإعلانية على موقع المصرف الإلكتروني، على أجهزة الصراف الآلي للمصرف، على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بالإضافة إلى إرسال مسجات للعملاء. جميل. بالنسبة لي خلينا نركز على نقطة مهمة وهي خدمة العملاء، الخط الساخن على سبيل المثال، هذه الأمور كيف يتم، يعني لو تحدثنا أكثر حول هذا الفريق الذي يقوم بالرد على الاستفسارات والشكاوى والخطوات أول بأول، شلون تكون؟ طبعا مركز الاتصالات عندنا يتكون من فريق عمل جدا كبير للرد على تواصل على استفسارات العملاء واتصالاتهم. طبعا العمل من خلال مركز الاتصالات 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. جميل. بصورة مستمرة. جميل. طبعا المتصل في حال وجود أي استفسار، أي ملاحظة أو شكوى
لا قدر الله، طبعا يتواصل مع مركز الاتصالات اللي يقوم من خلاله التواصل مع الادارات الاخرى المعنيه من اجل حل موضوع العميل والتواصل معه واخطاره بذلك. انا دائما ما تكون في شكاوي وان الخدمات دائما ترقى الى المستوى المطلوب. انت تحدثت ان الخدمات تقام على مدار 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، هذه بالنسبه للمركز الاتصال، هل هذا الموضوع ينطبق ايضا بالنسبه للخدمات المقدمه للسيدات؟ طبعا الخدمات المقدمه للسيدات حاليا الرقم اللي تم تخصيصه للسيدات يعمل من الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 5 مساء. جميل. يوميا، خلاف ذلك يتم التحويل للمكالمة على مركز الاتصالات. جميل. وهل هناك خطة مستقبلية في جعل هذا الموضوع يقام على مدار الساعة في 7 أيام بالأسبوع؟ طبعا هذه راح تكون محل الدراسة، وتجاوبا على اتصالات عميلاتنا واستفساراتهم، وإذا تطلب الأمر احنا في أتم الاستعداد لذلك. جميل. شنو هي أبرز الاقتراحات اللي تجيكم؟ شنو هي أبرز الأمور اللي الناس تستفسر عنها من خلال مركز الاتصال عندكم؟ طبعا الاستفسار خلينا نقول لو في الفتره الاخيره، طبعا احنا اطلقنا منتج البطاقه الائتمانيه الجديده اللي تتميز بالمرونه في السداد، فطبعا يمكن هذه في اخر شهرين كان من اكبر الاتصالات والاستفسار على المنتج هذا. جميل. اذا يعتبر محل تطلعات العملاء. جميل. هذا الاستفسارات بالنسبه للاقتراحات، يعني هل تعملون دائما بالاقتراحات اللي تجيكم؟ يعني على سبيل المثال جاكم اقتراح تطويري بالنسبه لاحد الفروع، جاكم اقتراح بالنسبه لاحد الخدمات التي تقام، هل يتم وضع الاقتراح هذا يعني محل عمل بالنسبه للمصرف؟ بالفعل تأخذ جميع الملاحظات محل الاهتمام، يتم دراستها ويتم ايجاد افضل طرق بتطبيقها. جميل. هذا الكلام ينطبق بالنسبة للاقتراحات بشكل عام ولا حتى بالنسبة للاقتراحات التي تأتيكم من السيدات بالنسبة للخدمات الخاصة بالسيدات أيضا؟ طبعا بشكل عام جميع الملاحظات اللي تردنا يتم التعامل معها ودراستها وتحليلها بشكل كامل. جميل. بالنسبة لو طلبنا منك أن توجه كلمة بالنسبة للسيدات بالنسبة يعني الخدمات التي تقام بالنسبة لكم والتسهيلات أيضا في جانب الخدمات التي تقدم بالنسبة للسيدات، سواء إحنا نتكلم عن سيدات، نتكلم عن سيدات في سيدات البيوت، نتكلم عن سيدات الأعمال، نتكلم عن جميع شرائح المجتمع، فشنو هي الكلمة اللي تحب من خلال برنامج فيضحة من خلال هذه الفقرة نتوجهها بالنسبة لمشاهدين البرنامج؟ طبعا الآن أو خلينا نقول من تاريخ 20/10 لما أطلقنا الخدمات المصرفية الخاصة بالسيدات، أصبح عندنا حاجة خاصة للسيدات، والحاجة هذه تناسب جميع احتياجاتهم المالية وتناسب تطلعاتهم، فالآن أصبح عندهم حاجة يعني ممكن أنهم يستخدمونها في جميع احتياجاتهم في جميع المنتجات. جميل. بالنسبة للمسافرين على سبيل المثال اللي عندهم بعض الاستفسارات وهم في فترة السفر بالنسبة للبطاقة الائتمانية أو هذه الأمور، كيف ممكن يتواصلون مع المصرف؟ طبعا يتم التواصل مع مركز الاتصالات، ومركز الاتصالات عنده العديد من الصلاحيات، حتى في كثير من الأمور يتم اتخاذ الإجراء من قبل مركز الاتصالات في التنفيذ. لو تعطينا مثلا مثال على بعض الأمور اللي ممكن يتخذ فيها إجراء في بالنسبة للناس المسافرين خارج البلد. يعني على سبيل المثال عميل اتصال قال أنا والله بطاقتي الائتمانية فقدتها أو بطاقة الصراف الآلي، فطبعا يتم فورا إيقاف البطاقة وإعادة إصدارها وإرسالها للبلد المتواجد فيه العميل. جميل. وهذا ينطبق على دول معينة ولا على مختلف؟ على جميع دول العالم. جميل. إذن هذه من الخدمات الجميلة التي ممكن أن يستفيد منها الشخص إذا كان مسافر وفي حال فقدان البطاقة، هذه الخدمات دائما تعتبر خدمات رائدة من قبل جميع البنوك بشكل عام عندنا في دولة قطر ولله الحمد. وأيضا سبق وأن تكلمنا في هذه الفقرة عن الخدمات التي تخصص دائما خصيصا بالنسبة للسيدات من خلال الأفرع، من خلال حتى مراكز الاتصال، من خلال جعل الموضوع هذا أكثر خصوصية. لو نسألك عن أهمية أن الموضوع هذا يكون خصوصي، تحدثنا أن إحنا عندنا سيدات يعني يحبون دائما أن الموضوع يكون في خصوصية بالنسبة لمراكز الاتصال، بالنسبة لأي خدمة تقام في البنوك، ولكن على المستوى البعيد شنو هي هذه الخدمات عندما تكون أكثر خصوصية، عندما تخصص للسيدات، هل في نقدر نقول تسير أكبر وتطوير بالنسبة لجميع الخدمات التي تقام عندكم في البنك؟ بالفعل طبعا احنا في دراسة دائمة ومستمرة لمعرفة المنتجات والخدمات المتواجدة اللي تقدمها البنوك الأخرى، بالإضافة إلى
معرفة احتياجات وتطلعات عملائنا. طبعا احنا في تطوير دائم للخدمات والمنتجات اللي نقدمها حاليا. جميل اخوي احمد الحرمي، الف شكر لك على تواجدك معنا في سيدي برنامج في الباحة. نتمنى دائما التوفيق لكل من يعمل في هذا القطاع، والله يعينكم ان شاء الله. اشكركم على الاستضافة. شكرا لك. اذن مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حلقة اليوم من برنامج في الضحى. العديد من المواضيع والامور اللي ناقشناها في الحلقه يمكنكم متابعه وسائل التواصل الاجتماعي لتلفزيون قطر لمزيد من المعلومات باسم قطر تلفزيون، وايضا موقعنا الالكتروني qtv.qa. نذكركم بالاعاده ان شاء الله راح تكون الساعه 2 الظهر والساعه 2 الفجر. لذلك الحين لحلقه الغد، تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج في الضحى وتحيات اخوكم سلمان يوسف.